السلام عليكم، مرحبا بكم في عشية دوزام. معنا في هذه العشية هذه الدكتور جمال عتقوني، مرحبا بك. بغينا نستشر معك استشارة قانونية، المسألة ديال الشيك الحبس. يا استاذ لا راه مازال ما سولتكش. اي الشيك الحبس. لا راه كاينين جوج ديال الاطراف القضية. بجوج الحبس، اللي عطاو اللي شد. وهادشي قلنا شحال هادي، فهمتي؟ وانا فلوسي عطيهم لي اكس بيس. اسمع استاذ، اسمع سي سامي، اسمع، انا فلوسي عطيهم لي اكس بيس، داكشي دا الشيك ما عنديش معاه. وهادشي قلنا دوزام. واخا سي جمال. ومعنا في فقرة ديال الصحة سي نبيل إنعاش، مرحبا بك. بارك الله فيك. عندنا حالة ديال الحرقة ديال المعدة، شنو نديرو لها؟ يحيد المعدة. والمسرالة الزايدة؟ أنت زايدة يحيدها. واخا وانتفاخ في المرارة شنو نديرو ليه؟ يفشوه. واخا والكحة؟ خارجة ولا داخلة؟ داخلة. يخرجها. علاش كنبقاو ناخذ الأمور بواحد الحس، هي في نفس الوقت ديال. شكرا. وندوزو الفقرة ديال الموضة مع السي حميد حديوي. السلام عليكم سيداتي سادتي، بما أننا في فصل الشتاء والبرد، اختاريت لكم اليوم هذه الجلابة اللي هي عبارة عن جلابة في مراحل الليل تباتي. جلابة كيف ما كتشوفوا معنا ما كتخليك متشدي لا أوتيل متدصري حتى شي واحد. شدني الليل وما عنديش فين نبات، غنبات هنايا غنعس عندكم هنايا واحد شوية. يلا تصبحوا على خير. سيدي سيدي شوية الو دابا شوية. وتحياتي لكم وشكرا لك سي نبيل، شكرا لك سي جمال.